طيب ليه بقى من شيوخك اكتسبنا مجدنا؟ وليه الماضي يولد الآن؟ يا جماعة من 100 سنة والأهلي بيتصرف، جعفر والي باشا تصرف سنة 1928 كما تصرف الكابتن محمود الخطيب عام 2021. الفاصل بين المدتين دول يجي 100 سنة، لكن نفس الجسر الأهلاوي الواحد، نفس الفكرة، نفس الحرص، نفس المبدأ. إيه اللي حصل في 28؟ عشان نذكركم، لأن هو ده التاريخ اللي لازما هذا التاريخ يفضل يصون النادي الأهلي وقيمه ويوري جمهوره هو ليه الأهلي مختلف ويجب أن يبقى بهذه الكيفية. سنة 1928 بنتكلم في إبريل، في شهر إبريل الأهلي بيلعب مع الترسانة نهائي كأس السلطان، زي كأس مصر أو قبل كأس مصر. الترسانة كسب الأهلي 3-1. المباراة قبل مباراة مهمة للأهلي والزمالك، أو الأهلي كان وقتها مش الزمالك، كان اسمه المختلط، بيلعب الأهلي مع الترسانة ويخسر فاينل الكاس، فلاعيبة الأهلي ما تطلعش تستلم الميداليات بتاعة المركز الثاني. في حزن، في زعل، في غضب، فنلاقي الدنيا كلها اتقلبت على إنه إزاي ده حصل؟ وليه ده اتكتب؟ فتكتب الأهرام تاني يوم يا باشمهندس: ما حدث من الأهليين، يقصدوا الأهلوية يعني، يومئذ شديد الوقع على كل رياضي سمع به وأشد منه وقعا على من رآه رأي العين. بصوا، المجتمع كان شايف انتهاك الروح الرياضية، أن الخاسر ما يطلعش ياخد ميداليته، دي مصيبة سودة. فيتقال لك: وقد أوشكت هذه المشكلة أن تحل بعد أن أخذت شأنا كبيرا في الدوائر والمراجع العالية، فانتهى درسها الأول في النادي نفسه. ليه اللي حصل في النادي؟ اللي حصل في النادي انه اول المباراة حصلت يوم 13 ابريل، اربعة ايام فقط، يوم 17 ابريل 28 مجلس ادارة النادي، ده محضر اجتماع النادي عشان تشوفوا تراث النادي محفوظ ازاي. كلام موثق، مش بنحكي موثق بخط يعني. اليد مش بنحكي ده النادي الاهلي، وده قيمة الوحدة الوثائقية كمان، زميلنا العزيز محمد مصطفى وإدارة القناة في الحفظ على وثائق النادي. فيقول المحضر: اجتمعت اللجنة العليا للنادي يوم الثلاثاء 17 إبريل 1928 تحت رئاسة جعفر وآلي باشا، اللجنة العليا اللي هي المسمى بتاع مجلس الإدارة وقتها، وبحضور كل من محمد محمود باشا، فؤاد أنور بك، فؤاد أباظة بك، محمد صبحي بك، أبو بكر راتب بك، وقررت ما يأتي. علشان الكابتن حسين حجازي كابتن الأهلي، وده خدوا بالكم ده ابو الكوره، حسين حجازي اول حد لعب كوره وكان بيجنن الانجليز، وفرقه حجازي كانت حجازي يمشي وراه جمهوره، يعتبر حتى بعديها مش قبليها كمان لسنين طويله اهم لاعب كوره مصري في تاريخه، في تاريخه وقته كده، هو كابتن الفرق. فقال مجلس اداره النادي بقى في اجتماعه 17 ابريل بعد الماتش باربع ايام: اولا، ابداء عظيم استياء اللجنه للسلوك المعيب الذي سلكه أفراد فرقة النادي بعد انتهاء هذه المباراة. بصوا، مجلس الإدارة ما بيداريش على الفرقة، ما بيطبطبش، لا، بيبدي عظيم الأسى والأسف على سلوك فرقة النادي. ثانيا، إيقاف رئيس الفرقة اللي هو كابتن النادي حسين حجازي لمدة 3 شهور بصفته رئيس الفرقة، تقع عليه المسؤولية في كل ما حصل. شوف يعني، أنت الرئيس ماليش دعوه بالفرقه، انت المسؤول، انت المسؤول. قال لك ما كان للعيبه ان هي تقع في هذا الخطا لولا الكابتن. ثالثا، انذار باقي اللاعبين ما عدا 2، رياض شوقي وزكى عثمان، لان الاخيرين قام بالواجب عليهما وحضر لاستلام الميداليات. في 2 طلعوا المنصه خدوا كل الميداليات ونزلوا بيها، قال لك الاثنين دول ما قصروش. رابعا، ابلاغ هذا القرار الى لجنه الكاس السلطاني اللي هي نظمت المباراه، والاتحاد المصري لكرة القدم، وتعليقه بلوحة النادي لمدة 15 يوم. بصوا بقى، علشان اللي ما يشتري يتفرج، عشان كل شباب النادي يعرفوا ازاي النادي حريص على معالجة هذا الأمر. القرار يتعلق في لوحة النادي لمدة 15 يوم وعلى سكرتير النادي مراعاة تنفيذ ذلك. ده كان قرار، بقول لكم الأهرام قالت تاني يوم على طول
إذن فلا شك في هذا الحل سيعبر عن استهجان النادي لما حدث وكان ما توقعناه. حتى المصور تاني يوم مجلة المصور لما علقت على اللي حصل فكان ما توقعناه ونشرت القرار وختمت بالقول والقرار في ذاته حازم وقوي ويصون سمعته في المستقبل ويمنع تكرار الحادث. بصوا سنة 28 بصين علينا قال لك ده اللي هيصون المستقبل. لا هو ده بقى شوف لما بقول لك محدش عنده طرف التنازل عن هذه الثوابت انك في 28 انت القرار كده لا تملك الا ثقافه الاستمرار على هذه على هذا النهج يعني. وبعدين هي القرارات بقوتها دي بتديك معنى تاني يا استاذ ابراهيم مهم جدا. هي مش قرارات للاستعراض، دي قرارات مؤثره، قرارات يعني بتحطك امام مسؤوليه انت معتقد فيها. انت هنا بتدي نموذج عملي ان المبدا اهم من اي نتيجه، والمبدا هنا ايه؟ عدم استلام الميداليه. ايوه خرق الروح الرياضيه، مش امتناع عن تدريبات، محدش غلط في حد. محدش غلط في حد ولا حد اساء لحد. اتضايقوا من التحكيم فما طلعوش، او اتضايقوا من الهزيمه فما طلعوش. لا يا حبيبي، الرياضه ما بتقولش، الرياضه ما بتقولش كده. ايوه فاحنا حريصين نعمل ان احنا نوصل دروس وقيم الرياضه عايزه مننا ايه. هو طيب. ده الدور الاهم. تاني يوم للمصور بقول لكم في جملتين انا يعني استوقفوني جدا، لما تطلع تقول وكان ما توقعناه. يعني بصوا يا جماعه، الحادثه سنه 28، الاهلي 1907، يعني كان الاهلي عمره 21 سنه، ومع هذا في ال 21 سنه الاولى من عمره مارس الاهلي من الضوابط والسلوكيات والقيم اللي خلت الصورة الذهنية عنده في الإعلام إنه لا هيتصرف كده. أيوه يتوقعوا اللي هيصدر عن الأهلي قبل ما يصدر. بصوا سنة 28 المصور تقول وكان ما توقعناه. ما توقعوش من الأهلي غير كده. دي المصداقية. وكان لسه عنده 21 سنة. يا أستاذ إبراهيم المصداقية. لما بتقول مبادئ وقيم أنت لك مصداقية، أنت لا تتشدق. وبعدين يروح داخل ويقول لك القرار حازم وقوي ويصون سمعته في المستقبل. يعني بصوا اللي هيتبني عليه، قال لك يا جماعه اللي بيحصل ده هيتبني عليه. ده اللي هيصون مستقبل الاهلي، ده الجمهور الاهلي بجد ولكل لعيبه الاهلي في كل الاجيال. بصوا سنه 28 قرار زي ده، قال لك ده اللي هيصون سمعه الاهلي في مستقبله. ده الدستور الاخلاقي اللي هتمشي عليه في المستقبل ويمنع تكرار الحادث. فاكرين في وقعه من الوقائع كان الكاس تقريبا ولعيبه الاهلي ما خرجتش تستلم وتعرضوا للوم، تعرضوا للوم، واحنا فاكر ان احنا في القناه قلنا لا هذا ما كان يجب ان يحدث لانه هو ده القرار. خلي بالك رغم ان ايه عدم الاسلام كان، لان اللي هيسلمهم اهان النادي الاهلي. بالظبط. مش كانت احتجاجا على النتيجه، مش على المبدا، على الشخص. لكن عايز اقول لكم على حاجه، الجزئيه اللي دايما اكد عليها المهندس عدلي، وانت لما تاخد قرار زي ده ايه النتيجة؟ المفروض تعرفين انه تاني يوم القاهرة اتقلبت لانه حسين حجازي بيضغط ولازم يرجع، فاللجنة العليا للنادي تقول سينفذ قرار الاهلي وليذهب حجازي اينما شاء، روح مطرح ما عايز تروح، فيروح المختلط، يروح الزمالك، يروح. الاهلي لما بياخد قرار ما بيبصش للتوقيت ولا للظرف ولا للاسم، ده قوته انه بيخبط ركبانه في الجامد ولا التداعيات اللحظيه الضيقه، لانه حسين حجازي بيروح الزمالك، بيروح المختلط، ووراه فرقته المشجعين بتوعه ومحبيه ومريديه، يروح مطرح ما يروح، ما يرفعش الاهلي العقوبه. تكون النتيجه ايه؟ انه بعد اسبوع واحد الاهلي يواجه المختلط. خروج حسين حجازي من الفرقه خلى الاهلي يطلع ناشئ صغير محمود مختار التتش، سمي التتش بعد كده، الانجليز شافوه زي لاعب السيرك الموهوب المهاري اللي بيتنطط فاطلق عليه التتش، لكن ده كابتن محمود مختار. انتوا متخيلين طالع بنهج تاني بقى خالص، نهج اخلاقي تاني. كابتن مختار يطلع من رحم هذه الازمه القيميه فيبقى ده قدرا بقى، يبقى هو الحارس الامين طوال عمره على مبادئ النادي الاهلي، لانه ولد من رحم هذه الفكره او هذا المبدا. يقود هذا الناشئ محمود مختار التتش، يقود الاهلي
للفوز على المختلط مع حجازي. بصوا بصوا القيمه، بصوا انتصار السماء للمادة او للحق. مش بس كده، الجزئيه اللي قالها المهندس عدلي انك انت عايز تحتضن كهربا وتقوم سلوكه لخدمه المنتخب، لانه لما اتحاد الكره بعت للنادي الاهلي عشان يخفف الايقاف عن حسين حجازي عشان يسافر مع المنتخب دوره امستردام، الاهلي رفض. تكون النتيجه ان هذا الحال في الانضباط، الحاله دي المنتخب يسافر بيها امستردام فيطلع المركز الرابع في هذه الدوره. ده افضل ترتيب لمصر في كره القدم في الاولمبياد. ويسافر التتش، ويسافر التتش. بس هي الفكره انك انت والتتش يكون احد اسباب تفوق منتخب مصر، تفوق منتخب مصر وحصوله على المركز الرابع في الاولمبياد. والاولمبياد وقتها هي بديل كاس العالم، يعني كان كاس العالم لسه ما بداش، فده بديل كاس العالم في كره القدم. شوفوا قوه القرار، شوفوا ضرب في مين، شوفوا انتصر لايه، شوفوا النتيجه كانت ازاي. فتنجب هذه الفكره واحد من اهم حراس قيم النادي الاهلي. وده الاجتماع زي ما قلنا لكم، محضر الاجتماع الثاني في 4 يناير في 4 مايو، اللي قال اجتمعت اللجنه العليا للنادي يوم 4 مايو بحضور كل من فلان وفلان وفلان، وكان القرار كان معروض عليهم التماس اتحاد الكره برفع الايقاف عشان المنتخب. كان القرار عدم قبول إعادة النظر في قرار الإيقاف ورفض النادي الأهلي للالتماس، لا تفريط في المبدأ ولا تراجع عن قرار استند لانتصار للروح الرياضية. حسين حجازي وفرقته ما غلطوش في حد، ده انتهكوا الروح الرياضية اللي النادي الأهلي بيحافظ عليها. بصوا القيمة وبصوا الثمرة طلعت عاملة إزاي. لفت الأيام واللي اشار اليها الكابتن ميثم عادل، وقعت 85، وقعت 85 اللي ادارها واللي قرر فيها واللي اتخذ فيها القرار التاريخي الصعب جدا، هتسمعوه بعد الفاصل.